وقد حدثني في فترة الحجز بأنه مصمم على الشهادة وذكر الأسباب. وقال ماذا قال سيد الشهيد؟ قال حتى لو أن السلطة فكت الحجز، النعماني المؤلف النعماني اقترح عليه أن يخرج خارج العراق بعد أن يرفع الحجز، يخرج خارج العراق، يفر من العراق. يقول السيد رحمة الله عليه، يقول حتى لو أن السلطة فكت الحجز عني فسوف أبقى جليسة داري، يعني لا أخرج، لا أسافر، لا أرحل، لا أغادر العراق. فليس منطقيا أن أدعو الناس إلى مواجهة السلطة حتى لو كلفهم ذلك حياتهم، ثم لا أكون أولهم سبقا إلى الشهادة في الوقت الذي يستشهد فيه الشباب اليافع والشيخ الكبير من أمثال الشهيد المرحوم السيد قاسم شبر الذي جاوز 90 من عمره.